سمير تعليق. وتحية للماجد صديقنا وخونا، حقه يعطيه ناطق رسمي باسم الخطاب نتاعو، خطاب متزن، خطاب رزين، خطاب فيه أبعاد أكثر من مجرد حادث معزول صار. وعلاقات الرياضية والأخوية في كل المستويات بين المغرب وتونس علاقات قديمة ومتجذرة، وبالتالي لابد أن الخطاب نتاعنا يكون خطاب رزين. علاش؟ لأنه يعني عربي قبيل حكي على كلمة نتاع مدرب الوداد شعلت النار. احنا من واجبنا ان نكونوا اكثر رصانة. علاش؟ لانه والحمد لله انه الجماهير الترجي اللي سافرت للمغرب روحت سلامات والحمد لله. نعرف انه صار حادث اليم، ولكن الحمد لله انه صارت اولا ساعه انه جمهور الترجي يعرف انه وراه عقوبات الكاف تستنى فيه، والكاف يستنى في هفوه من جماهير الترجي. هذا هو عدم التجييش بتاع الجماهير. هذا علاش نتكلموا بخطاب رصين، راهو اي شيء باش يصير فوق الملعب راهو الترجي باش يدفع الثمن باهظا، وهنا لابد على جمهور الترجي اللي فيه بارشا او معظمه من ناس الرزان العقلاء اللي يعرفوا يغلبوا مصلحه الترجي على حادثه صارت مؤسفه صحيح، ولكن لابد من الرصانه. ثانيا على مستوى الملعب شفنا روح رياضيه، شفنا حماس، شفنا كذا واندفاع، ولكن ما شفناش حاجات خارجه ربما على الروح الرياضيه وعلى، وبالتالي نخليوا الامور تهدى شويه. وجمهور الترجي مطالب بالتشجيع الى نهايه الماتش، لكن الانتباه الانتباه لانه راهو الكاف قاعد يستنى، وبالتالي مصلحة الترجي أنها الماتش يتعدى سلامات ونتمنى ذلك. هذا هو سبيل وأحسن رد. سامحني يمين من فضلك، أحسن رد بالنسبة للترجي الرياضي في مباراة العودة هو الانتصار والترشح للدور النهائي، وهكا تكون يعني الأمور 5-5. تفضل. فما ديفيك يتقرب من بعضهم، تحس أنه فما يون بروفوكاسيون فوليوم، معناتها فما استفزاز متعمد. تبدأ بالحادثة نتاع المطار، ومن بعد نتعداو راي باج أوفيسيال نتاع الوداد، هبط سقطة أخلاقية كبيرة، ومن بعد ينحيوا التصويرة من الباج أوفيسيال. اليوم متمادي الوداد، اليوم يبدل مكان النزل اللي هي محطته له معناتها الكاف والفيفا، يبدل وفوق هذايا يجيب معاه معناتها فرقة نتاع حراسة خاصة للملعبية، معناتها ما فهمتش أنا يا أخي، أول مرة يجي الوداد لتونس، جاء الأهلي المصري لتونس وهز تيتر ما كان حد تيتروات، جات فرق ربحت وروحت ما عملت حتى شيء، سي دو لا بروفوكاسيون فولو. واضح هذا هو بالنسبة لهذه الأحداث. أتمنى أنه ما نشوفوش أحداث مماثلة، وإن شاء الله ما تصيرش ردود أفعال قد تضر بمصالح الترجي اللي تنتظر عديد المواعيد الإفريقية الهامة في قادم المواعيد.